السلام عليكم. اليوم رانا أمام مسجد الجزائر الكبير، وراح نوريكم جسر المويشات الثاني اللي راني تكلمت عليه عدة مرات في فيديوهات سابقة. وهذا جسر المويشات الثاني، هذا راح قيد الإنشاء الآن. دوكنا نهبط من السيارة قاريت في لابونداري ديرجونس ونروح نشوفه هنايا الجسر هذا. وهذا الجسر الثاني. الآن نروح نشوف الجسر الأول اللي تبناه هذه مدة عام، نفس النمط، نفس الجسر، يعني بنفس الشكل والتصميم. هذا الجسر الثاني رانا نقترب منه، هذا مكتمل مكتمل. وهي في الحقيقة كان جسر واحد يكفي، إن بحكم ان الجهة هذه مقابلة المسجد ما فيهاش، يعني حاش تكون كبيرة من ناحية الكثافة السكانية مقارنة بالجهة المقابلة. خليكم تشوفوا نهاية الفيديو، والسلام عليكم.